بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع درسنا لهذا اليوم هو إرث الأب والأم مع ولد البنت. طبعا من نقول ولد بنت يعني معناها إرث الأب والأم مع البنت. ليش؟ لأن ولد البنت يأخذ حصة أو نصيب من يتقرب به، والذي يتقرب به هنا هو البنت. طبعا في مرة في إرث الأب والأم مع البنت أكو حالتين، حالة لا يرد فيها على الأم، طبعا الزائد لا يرد الزائد على الأم، وحالة يرد فيها الزائد على الأم. هسه متى يرد فيه الزائد على الأم ومتى لا يرد الزائد على الأم؟ طبعا شو نقول؟ نقول يرد الزائد على الأم إذا لم يوجد أخوة، لا يوجد أخوة يحجبون الأم عن الرد. لا يوجد أخوة يحجبون، طبعا أخوة الميت، قلنا أخوة الميت طبقة ثانية لا يرد، لا يرثون، وإنما شنو؟ يحجبون الأم عن الرد. لا يوجد أخوة يحجبون الأم عن الرد، أو شنو؟ أو يوجد أخوة، أو طبعا أكو حالة ثانية، أكو أخوة لكن لا يحجبونها عن الرد. نعم هم يحجبونها من فرضها الأعلى مثلا إلى فرضها الأدنى، لكن عن الرد، عن الزائد لا يحجبونها. إذن بكل الأحوال، بكل الأحوال إذا وجد أخوة لكن لا يحجبون الأم عن الرد، أو أصلا لا يوجد أخوة، في كل الأحوال هنا يرد الزائد على الأم، يرد الزائد على الأم. زين شنو المسألة مالتنا الإرثية؟ المسألة الإرثية مالتنا هكذا، عندنا أب زائد أم زائد ولد بنت. قلنا ننظر إلى البنت بعد هنا، إذا ولد ابن بعد ما عندنا إشكال، نطيل الباقي والمسألة جدا تسهل. طبعا بين الأب والأم هنا نطيل الأب سدس لوجود الفرع الوارث، يأخذ فرضه اللي هو سدس، نطيل الأم سدس أيضا لوجود الفرع الوارث، ونطيل لولد البنت نصف لأن يأخذ نصيب البنت. طبعا كمسألة بين الستة، بين الثنين تدخل في الستة، وبين الستة والستة يكون العامل هو ستة. ستة تقسيم ستة بالنسبة للأب بها واحد، واحد في واحد واحد. بالنسبة للأم أيضا ستة تقسيم ستة بها واحد، واحد في واحد واحد. نكتب للتوضيح هنا أب زائد أم، ستة تقسيم اثنين بثلاثة، واضح؟ ثلاثة في واحد ثلاثة، هاي بالنسبة لي ولد البنت، واضح؟ وتساوي واحد زائد واحد زائد ثلاثة، خمسة على ستة. طبعا في الإرث المفروض عندنا الفروض مساوية للفريضة، الفروض مساوية للفريضة. طبعا هنا الفروض أقل من الفريضة، يعني عندنا زائد، نقول المقدار الزائد، المقدار الزائد إيش قد يساوي؟ يساوي ستة ناقص خمسة وتساوي واحد. كلامنا هنا بالواحد، الواحد يرد جزء منه على الأم أو لا يرد؟ يرد جزء من المقدار الزائد اللي هو الواحد على الأم أو لا يرد؟ طبعا هنا كلامنا في النقطة الأولى، يرد على الأم، وقلنا متى يرد على الأم؟ يرد على الأم إذا لم يوجد أخوة، أو وجد أخوة لكن لا يحجبون الأم عن الرد. هسه ليش لا يحجبون الأم عن الرد؟ إما لأن الشروط لا تتوفر فيه، أو نحن لا نذهب إلى الرأي الذي يقول وجود الأخوة يحجبون الأم عن الرد، يعني عن الزائد، واضح؟ نعم هم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، لكن هل يحجبونها حجب ثاني عن الرد للسادس للزائد؟ طبعا هنا أكو فرد ملاحظة بالنسبة لهذه المسألة، أنه الأم في كل الأحوال هي محجوبة بالنسبة للفرض، حجب فرضي وليس حجب ردي. يعني الأم تأخذ هنا إيش قد تأخذ؟ تأخذ سدس. هسه سواء قلنا الأخوة يحجبونها أو لم نقل الأخوة يحجبونها، يعني الأم نزلت من فرضها الثلث اللي هو الأعلى إلى فرضها الأدنى اللي هو السدس. ليش؟ لأن الأولاد موجودين، الفرع الوارث موجود، فبما أنه الأولاد موجودين فهي تأخذ السدس. كلامنا في مرتبة أخرى بالنسبة للأم، وهي مرتبة الرد، هل يرد على الأم أو لا يرد؟ الكلام هنا هل يرد على الأم
أو لا يراد؟ الواحد هذا الزائد هل يقسم بين الأب والأم وولد البنت، أو يقسم بين الأب وولد البنت فقط ولا يقسم على الأم؟ طبعا هناك قلنا الآن نحن في المرتبة أو المرحلة الأولى، وهي مرحلة أنه المقدار الزائد يرد على الأم. يقول إذا كان، طبعا هاي فرض قاعدة جدا مهمة، واضح؟ يقول إذا كان المقدار الزائد اللي هو الواحد يرد على الأم فتقسم التركة أخماسا. هسه هم هنا نفتح قوس، ليش أخماسا؟ طبعا هنا شوف نلاحظ حصة البنت، حصة ولد البنت، نقول ولد البنت ايش قد يساوي لنا حصة ولد البنت؟ خلينا نغير اللون، هنا حصة ولد البنت ايش قد يساوي؟ نص، مو صح؟ زين، حصة الأب ايش قد يساوي؟ سدس، مو صح؟ حصة الأم تساوي سدس. زين، ليش أخماسا؟ هو ثلاثة أثلاثا، ثلث بثلث بثلث. نقول ها إحنا بالأرث نعطي لكل ذي حق حقه، فكيف إذا كان الأمر نعطي لكل ذي حق حقه، فكيف نعطي للنصف كما نعطي للسدس؟ والنصف يساوينا ثلاث أزداس، السدس زائد سدس زائد سدس يساوي نصف، سدس زائد سدس زائد سدس يساوي نصف. زين، لعد ليش أخماسا؟ نقول ها عندنا خمس أزداس، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فخمسة أزداس سدس للأب سدس للأم وثلاثة للبنت. ليش ثلاثة للبنت؟ لأن هي حصتها نص، والنص يساوي ثلاثة أزداس، فتقسم التركة أخماسا. إذن وإذا قلنا تقسم التركة أخماسا، يكون الحل كالتالي، نأخذ هذا المقطع نضربه في خمسة مع المقدار الزائد. واضح إيش قد عندنا المقدار الزائد؟ هذا نأخذ ذني. إذن نقول وتساوي، طبعا تقسيم التركة أخماسا كالتالي، واحد اللي هو الأب زائد واحد اللي هو الأم زائد إيش قد؟ ثلاثة اللي هو ولد البنت زائد إيش قد؟ نعم أحسنتم، زائد واحد اللي هو مقدار الزائد. واضح الزائد هذا كله شو نسوي له؟ هذا كله يضرب في خمسة. طبعا أكو طريقة أخرى اللي هو نضرب البسط في المقام ونقسم على أصحاب الفرائض، لكن هاي الطريقة أسهل بكثير من الطريقة الأولى، فقط نضرب الجميع في خمسة على طبعا على ستة اللي هو المقام. واحد في خمسة، واحد في خمسة، وهكذا. واحد في خمسة للأب خمسة، زائد واحد في خمسة للأم خمسة، زائد ثلاثة في خمسة لولد البنت 15، زائد واحد في خمسة للمقدار الزائد خمسة، زائد ستة في خمسة شقد؟ نعم 30، ستة في خمسة 30. زين، شو يقول هنا؟ يقول تقسم التركة أخماسا، هذا التركة من قسمناها أخماسا، هذا المقدار الزائد أيضا يوزع أخماسا. يقول الزائد هذا يوزع أخماسا. زين شلون يوزع أخماسا؟ نعطي لل ها أخماسا يعني خمسة، نعطي للأب واحد، ونعطي للأم واحد، ونعطي للبنت إيش قد؟ ثلاثة. نعم هذا الزائد، واحد يضاف للخمسة وتساوي طبعا بعد التوزيع الزائد خمسة زائد واحد ستة، هاي بالنسبة للأب، خمسة زائد واحد هاي ستة بالنسبة للأم،
15 زائد 3 18 بالنسبة ل الأبوين بالنسبة لولد البنت، واضح؟ على اليمن على 30 زين؟ طبعا 6 و6 12 و18 30 صار هنا 30 على 30. طبعا هنا نقول حصة الأم، طبعا خلينا نكمل هنا حصة الأب ايش قد تساوي لنا؟ 6 على 30 6 على 30 بالمختصر، هاي بها 1 هاي بها 5. حصة الأم هاي جدا مهمة، هاي اللي تهمنا، تساوي أيضا 6 على 30 بالمختصر 1 على 5. وحصة ولد البنت تساوي 18 على 30. طبعا 18 بحد ذاتها لا تقسم على 30 وإنما على 6 زين. هاي إذا على 6 هاي بها 3 وهاي بها 5. شوف من أصل 5 على 5 3 للبنت، يعني إذا عندنا 5 ملايين 3 ملايين لولد البنت، مليون للأب، مليون للأم. هاي في حالة، في حالة يرد على الأم، في حالة يرد على الأم. هنا الخمسة ردينا، ردينا عليها حصة الأم، واضح؟ هاي في حالة يرد على الأم. زين إذا لا يرد على الأم، إذا لم يكن يرد على الأم، إيش وقت لا يرد على الأم؟ هنا يوجد أخوة، يوجد أخوة ويحجبون، ويحجبون الأم عن الرد. يوجد أخوة يحجبون الأم عن الرد. زين الرد مقدار الزائد، إذا نأخذ منه طبعا هنا إذا كان الأمر كذلك، طبعا هنا نكتب ملاحظة، شوفوا نفس هاي الملاحظة لكن الفرق بالرقم. يقول إذا كان المقدار الزائد اللي هو 1 هنا، طبعا نفس الحل ثانيا نفس حل الأولى لهنا، أما هنا منا وهيش تختلف. إذا كان المقدار الزائد اللي هو 1 نقول لا يرد على الأم، شنو؟ تقسم أرباعاً، يصير التقسيم أرباعاً. مثال على ذلك يقول نفسه 1 هاي مع الأب زائد 1 للأم زائد 3 زائد 4 على 6 زائد عفواً 1 هنا زائد 1 هنا يكون الضرب في 4. زين ليش قلنا هنا 4؟ ليش قلنا 4؟ نفس هنا نقول سابقا داخل الام، هنا الام راح نستثنيها فيكون الكلام بين الاب وبين شنو؟ ولد البنت. هنا نص، نعم هنا نص، هنا للاب ايش قد؟ هنا للاب سدس، النص منين جايه؟ من سدس زائد سدس زائد سدس، واضح؟ سدس زائد سدس زائد سدس، فهنا 1 2 3 4 فيكون التقسيم شنو؟ فيكون التقسيم 4. زين طبعا بعد الضرب ايش قد تساوي هنا؟ بعد الضرب 1 في 4 هاي 4 بالنسبه للاب زائد 4 بالنسبه للام. طبعا هنا فقط تضرب في 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 4 بعدنا ما رادين. 3 في 4 واضح ايضا 12 بالنسبه لولد البنت زائد 1 في 4 هذا المقدار الزائد، هذا الزائد. طبعا الرد لمن يكون؟ الرد راح يكون فقط على 2، على الاب وعلى ولد البنت. الاب ايش قد نطي؟ نطي 1 من الأربعة، نطي للاب 1 زين. الولد البنت ايش قد نطي؟ نطي 3 من اصل 4، نطي 3 من اصل 4. طبعا بعد الرد ايش قد راح يكون عندنا؟ 4 الاب 4 زائد 1 5 هنا الاب
الأم أربعة تنزل نفسها. ليش؟ لأن ما ردينا عليها الأربعة، ما ردينا عليها، ردينا بس للأب والبنت، ولد البنت زائد 12 وثلاثة 15 على اليمن. طبعا هنا ستة نفس الكلام، ستة في أربعة 24، واضح؟ 24 أيضا يضرب في أربعة، زين، على 24 وتساوي خمسة وخمستعش 20 وأربعة 24، 24 على 24، زين، خمسة زائد أربعة زائد 15، هاي ولد البنت. حصة الأم، شوفوا هنا، عفوا هاي الثمرة، حصة الأم، حصة الأب بالبداية شقد عندنا؟ 5 على 24، طبعا ما نقدر نختصر هنا، حصة الأم، حصة الأم شقد تساوي لنا؟ 4 على 24، وحصة ولد البنت تساوي لنا 15 على 24، واضح؟ 4 على 24، طبعا 4 في 6 يساوي لنا 24. عفوا اذا اريد نختصرها، هاي بها 1، هاي بها 6، فشوفوا حصة الام هنا بدون رد ايش قد؟ 6، مع الرد ايش قد؟ 5. طبعا السيد عنده ملاحظة هنا في هذه المسألة اللي هي 1005، شي يقول؟ يقول يجري في المسألة 1005 ما يجري في المسألة 993، مر علينا في المسألة 993 انه ارث الاب والام مع البنت. يقول ارث الاب والام مع البنت يجري في ارث الاب والام مع ولد البنت. هناك عدة قال تارة يرد على، لا يرد على الأم فتكون حصتها 5 اللي هو 6 على 30، وتارة لا يرد على الأم فتكون حصتها 6، وهذا رأي على حال مطروح في الأرث. أما رأي السيد السيستاني حفظه الله هو الاحتياط بين الخمس والسدس، يعني منو الأكبر هنا في هذه المسألة؟ يقول الاحتياط، الاحتياط بين الخمس اللي هو حصتها مع الرد، والسدس اللي هو حصتها بدون رد، منو الأكبر هنا؟ طبعا الخمس. مثلا قد ترث الأم في الخمس نقول 1,000,000، 1,000,000، وقد ترث الأم في السدس نقول 750,000. التفاوت بين 1,000,000 و1,000,000 جقد اللي هي 250,000. يقول بهذا يجري الاحتياط، يجري التصالح بين الطرفين، يعني هذا يدور الأمر بين أن يكون للأم هاي 250 وبين أن يكون المن لشركائها في التركة اللي هو الأب وولد البنت. فالأم تتصالح بين الأب وبين ولد البنت في مقدار 250. هسه تقدر الأم تأخذها كلها إلها بدون ما ترجع لولد البنت والأب؟ يقول ما تقدر. زين، يقدر الأب ولد البنت يأخذها كلها بدون ما يرجع للأم؟ يقول ما يقدر. يقول هاي لا من حصة الأب ولا من حصة ولد البنت ولا من حصة الأم، وإنما هاي 250 بين الخمس والسدس يتصالحون فيها، بمعنى أنهم يقعدون سوا يتفاوضون بيناتهم ويوصلون على حال، سواء كانوا يتصدقون بها، الأمر يمهم، الأمر يعود إلى أطراف الصلح. واضح؟ في هذا نكون قد أنهينا هذا الشق من هذه المسألة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.